أم أسامة لها قضية تقول فيها: امرأة تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بذلك أشد الإيمان، وتبتعد عن المعاصي قدر استطاعتها، وتبكي عندما تذكر الله تعالى، وتؤدي الصلاة في أوقاتها، ولكن يا فضيلة الشيخ دائما يأتيها شك في بعض الأمور التي هي من اليقين، وهي دائما تخاف من الموت ولا تحبه، وهي تبكي كثيرا وترجو الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنها هذا الأمر وهذه الوساوس، وهي تدعو الله كثيرا أن يبعد الله عنها هذا الشك، ولكن ما زال في نفسها. فهل هذا يدل على عدم رضاء الله عنها؟ وماذا تفعل حتى تصل إلى صدق اليقين؟ وتطلب من فضيلتكم جزاكم الله خيرا أن تدعو لها أن يرزقها الله اليقين الصادق والإيمان الدائم، وأن يحبب الله إليها لقاءه، وأن ينزع الله من قلبها الخوف والشك، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه علامة خير في هذه المرأة أنها تحب الله ورسوله، وأنها تجتهد في الأعمال الصالحة والمحافظة على الصلوات، وما ذكرت في السائلة من أنها يعتريها شيء من الشك والخوف من الموت، فهذه وساوس من الشيطان لا تضرها إن شاء الله. فالوساوس التي تعرض للإنسان في نفسه من الشكوك والأوهام هذه لا تضر. وقد شكى بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من أمثال هذه الوساوس، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان. وكون الإنسان يستعظم أن يتكلم بهذه الأشياء وإن كانت تحوك في نفسه من الشيطان، وهو يستعظم أن يتكلم فيها، هذا دليل على إيمانه، لأن المنافق والعياذ بالله لا يأنف أن يتكلم بالكلام القبيح، كلام الكفر. أما المؤمن فإن إيمانه يأبى عليه، حتى إن بعض الصحابة يقول: لأن أتردى من جبل أحب إلي من أن أتكلم بهذا الشيء الذي قد يحوك في نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان. الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. فلا تهتم بهذا الأمر، وعليها أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يضره. أما الخوف من الموت، فالموت كل يموت، وهذا لا بد منه، ولكن عليها أن تسأل الله حسن الخاتمة والوفاة على الإسلام، وإلا فالموت لا بد منه، خاف الإنسان أو لم يخف، هذا شيء كتبه الله سبحانه وتعالى على العباد، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. الحاصل أن هذا لا يضرها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي خطأ والنسيان، وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. مجرد الوساوس في النفس لا تضر الإنسان، ما دام أنه مستقيم على الطاعة والعبادة فإنه لا يضره ما يعرض له من وساوس الشيطان، ويزول هذا بإذن الله. فعليها بالإكثار من ذكر الله والإكثار من تلاوة القرآن، وألا تلتفت إلى هذه الوساوس ولا تهتم بها أبدا، وسيزول عنها بهذا الشيء إن شاء الله. نسأل الله لنا ولها الثبات والهداية والاستقامة حسن الخاتمة. اللهم شيخ صالح، لو تكرمتم، هل تنصحون هذه الأخت ومن ماثلها من رجال ونساء بقراءة آيات معينة أوراد معينة حتى يزيل الله عنهم ما يشكون؟ لا شك أن الأوراد في والأذكار في الصباح والمساء أنها حصن من الشيطان، وأعظم ذلك أن يقرأ الإنسان بعد صلاة الفجر وبعد كل الصلوات، بعد صلاة العصر وصلاة المغرب، يقرأ الإنسان آية الكرسي، ويقرأ بعدها سورة الإخلاص والمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويكرر ذلك، ويكثر من ذكر الله عز وجل والتعوذات المشروعة، مثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، والأذكار المشروعة. طيب، وعليه أن يراجع الكتب التي تعتني بهذه الأذكار، ومن أقربها الوابل الصيب للإمام ابن القيم، والكلم الطيب لشيخ الإسلام بن تيمية، والأذكار للنووي، هذه فيها الأذكار التي تقال في الصباح وفي المساء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.